مهنيو السياحة الفرنسيين يعلنون عقد مؤتمرهم السنوي في العاصمة المغربية الرباط. خبر جد مفاجئ، الخير قادم للمملكة المغربية من هذه الدورة العظمى. ملف ترسيم حدود البحرية المؤرقة، هل يعيد العلاقات المغربية الإسبانية إلى نقطة الصفر؟ مهنيو السياحة الفرنسيين يعلنون عقد مؤتمرهم السنوي في العاصمة المغربية الرباط. أعلن المسؤولون عن منظمات سيتو التي تضم أكبر 70 منظم رحلات في السوق الفرنسية عن تنظيم مؤتمرهم السنوي في الرباط شهر أبريل المقبل، تأكيدا على ثقتهم والإمكانيات التنموية للوجهة السياحية للمغرب. هذا ويتواجد المسؤولون عن المنظمة التي تضم أكبر 70 منظمة رحلات في السوق الفرنسية حاليا في مراكش بمبادرة من المكتب الوطني المغربي للسياحة في سياق استراتيجية خاصة بالمكتب الوطني المغربي للسياحة لتوسيع شركائها في العالم وتقوية وجهة المغرب للسياح ومن مختلف دول العالم. وكان المكتب الوطني المغربي للسياحة والكونفدرالي الوطني للسياحة قد وجه دعوة لأعضاء نقابة مقاولة منظمي الأسفار والرحلات سيتو للسفر إلى المغرب لاكتشاف مؤهلاته السياحية. وتضم نقابة منظمي الأسفار والرحلات الفرنسيين 70 من كبار منظمي الأسفار والرحلات بالسوق الفرنسي التي حققت أزيد من 5 ملايير أورو في رقم معاملتها خلال موسم صيف 2023، جزء كبير منه بأسواق شمال إفريقيا وعلى رأسها السوق المغربية. ويتكون وفد نقابات مقاولي منظمي الأسفار والرحلات والذي رأسه رئيسها روني مارك من رؤساء كبار منظمي الأسفار الرئيسيين إلى جانب المدراء العام لشبكات توزيع مصحوبين بكبار ممثلي المنابر الإعلامية المتخصصة والعامة والذين حضروا لتغطية هذا الحدث الهام وتسليط مزيد من الضوء على وجهة المغرب لدى السياح الفرنسيين. خبر جد مفاجئ، الخير قادم للمملكة المغربية من هذه الدورة العظمى. قالت صحيفة صينية إن بكين تضع عينها على المملكة المغربية في ظل صعودها المتواصلة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وهو المجال مدعوم بالعديد من المزايا الأخرى التي يتوقع بسببها أن يكون المغرب أحد الفاعلين المؤثرين في مجال هذه الصناعة في المستقبل القريب. ووفق ذات المصدر فإن المغرب هو وجهة مناسبة للعديد من الشركات الصينية المتخصصة في قطاع صناعة السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن الصين شرعت منذ سنوات الاستثمار في المملكة المغربية بدءا بمشروع المدينة التكنولوجية التي تحمل اسم الملك محمد السادس بضواحي طنجة، إضافة إلى مشاريع أخرى في صناعة السيارات. وحسب ذات الصحيفة فإن عوامل ومزايا أخرى يتوفر عليها المغرب من المتوقع أن ترتفع من استقطاب الشركات الصينية إلى البلاد بالنظر إلى التقدم الذي يحرزه الأخير في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وهو المجال الذي يستفيد من العديد من التحولات، من أبرزها على سبيل المثال توجه البلدان الأوروبية نحو الاعتماد على السيارات الكهربائية لتقليل انبعاث الغاز. وبخصوص عوامل جذب المميزات التي يتوفر عليها المغرب، أشارت الصحيفة الصينية أن الأمر يتعلق أولا بالقرب الجغرافي للمملكة المغربية من قارة أوروبا، حيث لا تبعد المنطقة الصناعية الخاصة بصناعة السيارات بضواحي طنجة سوى بكيلومترات قليلة من إسبانيا أو من القارة الأوروبية عموما. كما أن المغرب يشهد تواجد العديد من الشركات المتخصصة في صناعة السيارات مثل شركة فرنسية وأخرى ألمانية، إضافة إلى حضورها من الشركات الأمريكية، الأمر الذي يشير إلى وجود صناعات قوية قائمة في المملكة المغربية وفق تقرير الصحيفة الصينية. وحسب نفس المصدر الإعلامي فإن من المميزات الأخرى التي يملكها المغرب هو توفر على منطقتين صناعيتين قويتين ونشطتين، ويتعلق الأمر بالمنطقة الصناعية الحرة في طنجة ومنطقة أخرى مماثلة في القنيطرة، إضافة إلى أن المغرب يعفي الشركات الأجنبية المتواجدة بالمنطقتين من الضرائب لخمس سنوات متتالية. كما تربط المغرب حسب ما جاء في تقرير الصحيفة الصينية باتفاقيتين للتبادل التجاري الحرة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وهو ما يعتبر عاملا مغريا للشركات الصينية والأجنبية عموما، بحيث بإمكانها تصدير سلعها إلى هاتين الوجهتين دون عرق وتحديات الضرائب الجمركية وأسعارها المرتفعة. لكن من أبرز العوامل المغربية الأخرى للشركات المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية يبقى وفق التقرير الصحفي المذكور هو توفر المغرب على أكبر احتياطي من معدن الفوسفات في العالم، إضافة إلى إعلانه العام الماضي عن اكتشاف عن احتياطها من معدن الليثيوم الذي يعتبر أساسي لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية. وبالتالي فإن المغرب هو وجهة هامة ومغرية للشركات الصينية في الوقت الراهن.
ملف ترسيم حدود البحرية المؤرقة، هل يعيد علاقات المغربية الإسبانية إلى نقطة الصفر؟ خلف الإعلان الذي أصدره الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء بشأن عزم المغرب مباشرة أعمال تنقيبة عن الموارد الطبيعية بالمحيط الأطلسي قبالة سواحل الصحراء المغربية، حالة من القلق في صفوف الفاعلين السياسيين الإسبان خصوصا على مستوى جزر الكناري نظرا لما تمثله السواحل البحرية من أهمية استراتيجية بالنسبة للطرفين. ويعد ملف ترسيم الحدود البحرية بين المملكتين واحدا من أهم النقاط الخلافية التي لم يجريها البيان الختامي للقمة المغربية الإسبانية التي احتضنتها العاصمة الرباط في فبراير الماضي لفض خلاف دبلوماسية وتدشين خريطة طريق المصالحة التي تمت في أبريل 2022 ووضع حدا لقاطعة دامت لأكثر من عامين عقب الاعتراف التاريخي للجارة الشمالية بمغربية الصحراء. إرادة في الرباط، انزعاج بالجزر وطمأنة من مدريد. وعليه شكلت دعوة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى 48 للمسيرة الخضراء إلى ضرورة التنقيب عن الموارد الطبيعية بعرض المحيط الأطلسي المقابلة للصحراء المغربية نوعا من التهديد بالنسبة لعدد من السياسيين الإسبان خصوصا المنتمين منهم إلى اليمين المتطرفة المعاكس لمصالح المملكة المغربية وغير المتوافق تماما مع المواقف الدبلوماسية لحكومة بيدرو سانشيز وعلى رأسها انضمام مدريد لمصاف الدول الأوروبية المؤيدة لمغربية الصحراء، وهو الموقف الذي أفرز في النهاية حالة تقارب الوطيدة بين المملكتين في السنوات الأخيرة والتي أرخص بظلاله الإيجابية على مستوى التنسيق والتعاون المشترك المثمر في مختلف المجالات. وبلغ مستوى القلق من الدعوة الملكية حتى تحذير نائبة الوحيدة من ائتلاف الكناري كريستينا فاليدو كريستينا العضوة في الائتلاف الكناري والتي تشغل منصب نائبة الحزب في مجلس النواب الإسبانية منذ يوليوز 2023 حكومة بلادها من هذا المشروع الاسطراتيجي الذي يرون بناء أسطول بحري تنافسية من شأنه تحريك عجلة التنمية لتشمل فقط الأقاليم الجنوبية لكن أيضا الدول الإفريقية. ودعت وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس الأربعاء الماضي إلى رفع مستوى الحذر إلى أقصاه منبهة إلى أن مستقبل جزر الكنارية على المحك إذا تحققت مشاريع المغرب للتنقيب عن النفط في المياه القريبة من الأرخبيلة، ومستنكرة ما وصفته بصمت الحكومة الإسبانية أمام الإعلان الذي أصدره الملك محمد السادس. وسرعان ما تفاعل وزير الخارجية الإسباني المؤقت بدوره مع هذه التحذيرات التي شرعت في التصاعد ليطمئن عموم المشككين في النوايا المغربية موردا أن الرباط شريك استراتيجي لإسبانيا وجميع القرارات التي تهم الطرفين ستكون مبنية على صداقة ثنائية وهو ما يضمن عدم المس بمصالح جزر الكناري وإسبانيا عموما، حيث أكد أن هناك العديد من فرق العمل المشتركة بين إسبانيا والمغرب من بينها فريق عمل حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وبالتالي لا يوجد أي داعي للقلق.